النهارده وليد سليمان نجم النادي الاهلي ابتدى يتدرب بالكوره بعد تعافيه من اصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبه خلال مباراه الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري في يناير اللي فات. وليد النهارده ادى تدريبات بدنيه تحت اشراف حسين عبد الدايم مساعد مدرب الاحمال، وبعدين اتدرب تدريب بسيط بالكوره. الحمد لله على السلامه يا وليد. ونروح لبعض الاخبار المتنوعه. فوافي لاعب وسط المقاصه بيبحث عن عرض من نهايه الموسم من اجل الرحيل عن